كان رائع، قول تبارك الله الفريق ديالنا فريق رائع، واسود اطلس اليوم تبتوا لينا بالاسود، وحنا دائما مع المغرب كنشجعوا دائما، وتبارك الله ومربوحه حتى كندا ان شاء الله. برافو برافو على المنتخب المغربي. كان ستريس كان ستريس، والصراحه حنا ديابيتيك بالسكر، ولكن الحمد لله حنا فخورين فخورين باننا مغاربه مغاربه حتى الموت. فهاد المقابله هذه كتبقى خويا تاريخيه كما كتشوفوا، فرحه هستيريه، والمغاربه محتاجين هاد الفرحه هذه. والمنتخب عمره من 86 وقع قدام حاله العرض وربعة نقاط ان شاء الله، وكنتمنوا التوفيق ان شاء الله في المقابله الجايه، وندوزو دوزيام تور ان شاء الله، وديما ديما ديما مغرب. صراحه عجبني الماتش بزاف، لعبوا تبارك الله عليهم، الله يحلي لهم صحيحتهم، وشرفونا تبارك الله شرفونا تبارك الله، وصراحه فوجنا متعنا، يعني كانت الموت عادية الفراجة الحمد لله، وكنتمنى وان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله كذلك يفوزوا، وان شاء الله يمشيو حتى النهايه وديوها كاع. علاش هذا يوم سعيد، فرح الشعب المغربي، ومازال الافراح ان شاء الله في القدام، مازال الافراح، مازال الماتش مع كونتر كندا، اي اون فالو غاني ان شاء الله، وهذه الفرحه ما عندهاش ثمن. حفظ الله المغرب وحفظ الله المغاربه، وان شاء الله غادي نفوز، غادي نفوزوا، غادي والصحراء مغربيه. اليوم كنا فرحانين بزاف بالماتش ديال المغاربه، ولعبوا مزيان، وان شاء الله ديما الرباح، وحمروا لينا وجهنا، واسبوع راهم ديما رابحين وديما مغرب. كنقول لكم حاجه، نهار السبوع كيكون اسبوع ما ينفع معك لا دي بروين لا لوكاكو لا هازار. اليوم شفنا السبوع، شفنا النفس، شفنا منتخب كبير، ربحنا 2-0، وان شاء الله غادي ندوزوا للدور الثاني، وديما ديما ديما مغرب، وغنبقاو ديما فرحانين بهذا الفوز هذا. دابا كانوا سبيسيال، كانت لا غرينتا، كانت الروح، كان التنظيم تكتيكي. بريمير ميتا وقفنا مزيان، غطينا عليهم جميع الثقابي، ما خلاوناش ندوزو. والدوزيام ميتا لعبنا بلوك عالي وضغط عالي، استطعنا اننا ندومينيوهم، وحتى في الديوال كنا مزيانين. اللي صدمني اكثر هو زياد، انه شهر ما لعبش مع تشيلسي، والمستوى اللي شفنا اليوم غيبين لك المستوى ديال اللاعبين الاخرين. برافو 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 الاسود. المهم واحد الفرحه اللي اليوم اللي بزاف كثر ما مشى لينا الصوت. المهم كنشكر بزاف اللعابه اللي لعبوا اليوم، الحكيم زياش واشرف حكيمي، وشكرا لحقاش حمرتوا لينا وجهاتنا، والليل عندي ابن وديما وداد وديما مغرب ديما الرشا، وتحياتي وبون كوراج ان شاء الله الخميس. ماتش كان اليوم زوين، والحمد لله من تاهلنا، وان شاء الله الكاس العالم يا سيدي ربي. فرحه فرحه مستحقه، كنا حنا الماتش وخاصنا نربحوا، ولكن هانيه فرحه اجلاج وديما مغرب وديما وداد. يعني الماتش اليوم مزيان، ربحنا 2-0، كما شفتوا كان عندنا بدلاء ناجحين كيسون بيان كوم ابو خليل او صابري اللي بارك هدف عالمي اللي قدروا 40 متر و85 كيلو متر في الساعه، كما كتشوفوا ان صابري لعب مزيان، وزياد وزياد قدم اداء العمر بالنسبه ليه، حساب دار اسيست لابو خليل، وكورتو ما ساعد في الحظ ربحنا، وان شاء الله التاهل، والحمد لله ربحنا، ومبروك التاهل 3 نقاط، ودمنا التاهل وان شاء الله نوصلوا النهائي. الماتش الصراحه دخلنا في الاول كان ستريس